جدا طبعا بالتكريم، واول مره يتم تكريمي كافضل مقدم برامج رياضيه في مصر، ودي حاجه كويسه جدا. سعيد بكم النجوم اللي موجوده، وان شاء الله دايما كده تبقى الناس مبدعه في جميع المجالات ان شاء الله، ومنها رياضه ان شاء الله. مهرجان مميز قوي، اول مره اشترك فيه، وهو يعني انا شايف ان هو حاجه جميله قوي، انه كمان مجرد جمع قنوات عربيه وفنانين عرب، احنا محتاجين طبعا لحاجه زي كده علشان تعلي قيمه الفن المصري. انا بشكركم جدا، يا رب تفضلوا دايما كده داعمين ليا، وافضل دايما على محسن صبري. حضرتك ايه الفتره اللي جايه؟ معلش، بين عالمين. بين عالمين، كلمه للشيخ عبد العزيز.